هاي مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بفقره جديده من ليتس دانس. اليوم ومثل كل ثلاثه اول اباوت بريجننسي مع ذا امين ديب. راس بتعب، راس بتعب. كنا عم نعمل شويه صلصه وعم يتخيل حاله انه لو كنا بدانسينج مثلا شو كان صار فيه. شو معقول نعمل نتيجه انا و انا هو اكيد مركز اول باذن الله يعني. يلا نصير ان شاء الله سنتجي. يلا ان شاء الله، لانه هالسنه راحت علينا. عافاكي. طيب شو عنا امين؟ نحن كمان ويك 22، رح ركز اليوم على المراه الحامل. امتين بتقول اف انا لازم اعمل ستوب للاكزرسايزنج تبعي واتصل بالدكتور دغري. سو رح نحكي على الموضوع نحن وعم نشتغل. بتعرفوا رح ارجع عيد انه اتس ا فيري ديليكيت مومنت. تتجنبوا تروما على منطقه البطن، شغله كثير مهمه. مشان هيك بعطي مثل صغير هبه، انك لانه بعرف هبه از فيري كومبتيتيف، وهبه كثير بدها تضلها تعمل سبور خلال فتره الحمل. يعني اذا خلقتها بتجي بتقول لها خلينا نروح نلعب باسكت بول، معقول تقول هبه ايه اتس ا جود ايديا؟ ولكن هيدي شغله ممكن تكون كثير خطره. كل شيء بول جيمز مش منيح. اذا طابه بتيجي على هالمنطقه ممكن تعمل دامج كثير باذي للبيبي ولالي. فمشان هيك انا اليوم الهدف من هالفقره، مشان هيك انا عم بجي وعم بكون ضيف عن هبه كرمال نساعد اكثر نفهم ونخلي العالم يكون اورنس. نحن كلبنانيه معروفين كثير بناخذ الامور بطريقه اوقات هيك انه يلا ما بصير شيء، لا بس هو معقول من مره للمليون ممكن يصير شيء. خلينا نبلش باول اكزرسايز. تكنيكلي هو اتس سوفت اجيليتي اكزرسايز، بما انه المراه الحامل بتغير السنتر اوف جرافيتي تبعها. مشان هيك عم نجرب اليوم نعمل ستيب لقدام، ستيب للسايد، نرجع سويتش، ستيب لقدام وستيب للسايد. ومهم كثير انك تعمل سويتش باجريك لما تعمل ستيب كرمال يكون عم نشتغل بطريقه مضبوطه. وايد ستيبس، المعده دائما مشدوده، ايديك هون. You're doing it with flair, with magic. Let's do it. Step, 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 bravo, step. Switch, step, step, switch, step. And step, one more, and turn. رح نعملها أربع مرات. Good إنك عم تعملي mind and body connection، يعني عم بتغيري إجرك لما ترجعي تعملي step مش بنفس الإجر. Step and side, step and side. Switch, step and side. Switch, step and side. Switch, step, and side. Let's go. Last time. Great. Great. Okay. لما نحكي عن الأبارال شو لازم نلبس، أكيد المرأة الحامل بدها تلبس كومفي شوز. اليوم بتعرفوا بصير في ووتر ريتنشن، الإجرين بكونوا منفوخين شوي. مشان هيك اليوم كثير من ال بكونوا بفترة الحمل مهم أكثر بلكي شوز يكون شوي لوس عليهم، ما يكون كثير ضيق على اجرهم يعني. بس دائما شو لازم يلبسوا لما يعملوا رياضة هو شوز ريليتد للفتنس تريننج، يعني ما يلبسوا شوز منه مريح واحد ممكن يسبب لهم إصابة ومنه أدابتد. أنا بشوف هذه الشغلة كثير اكزاكتلي وما يعمل لهم أدابتيشن للحركات الرياضية اللي عم يعملوها. ونحن الحركة الثانية قبل ما نرجع نعيد الأجيليتي اكزرسايز رح يكون بلانك بوزيشن، ومش رح أنسيها لهبة هالمره. الراس هبة اكيد لازم يكون الاين بلا سيرفيكال اكستنشن لفوق. رح تعدي لل15 ورح توقفي منك لحالك كرمال ما انساكي كرمال انا كمل. لكن اليوم الابارال تبعنا دائما اشياء بتريح المراه الحامل، اكيد دائما اشياء سبيسيفيك للفتنس، دائما اشياء معموله لهيك نوع من التدريب. انتم بتعرفوا في لاين كثير كبير من شفتوا مثلا هبة كيف وقفت هلا بسرعه، معقول يكون في سيدات يتضايقوا من هالطريقه. سو مش اذا شفتوا هبه لانه شيز فيري اتلتيك فيك ترتاح 10 ثواني بس تيربو رايحه. ما بدك تستغل هيك انا عم تعمل صور مثل الولد هبه هيك يلا شو هلا بدنا نرجع نحن نعيدهم. بس قبل ما نعيدهم رح نقول انه اليوم في لاين كثير كبير من الملابس وحتى الملابس الرياضيه اللي بكونوا مخصصين للبريجنسي. رح ترجع تبلشي step side switch step and side. انا عم بحكي امتين بنوقف، نحن امتين بنقول there is something wrong، في شيء غلط لازم تلفن انا للدكتور تبعي واستشير الدكتور. لبلش من قبل، في سيدات بكونوا بفتره الحمل عندهم مشاكل بحملهم. مش هناك اليوم الطبيب بده يقرر ويقول انه اوكي عده مشاكل ممكن يكونوا الطبيب هو اللي بده يعطي جرين لايت، اوكي تمرني او اوكي لا انت مش المحبذ انك تتمرني. لما توصل المراه وفيها تتمرن وعم تتمرن دوخه، وجع بالصدر، بليدنج، كل هالامور معقول تكون عم بتسبب. اذا الكافس والاجرين من هون في وجع
وعاملين سوالوينج بطريقه منفوخين بطريقه ظاهره وبطريقه كثير مبينه مع وجع. هالامور كلها اذا السيد الحامل ما عم تقدر تتنفس حتى بلا اكزيرشن، وقت احكي بلا اكزيرشن يعني هلا طبيعي تكون بركي هبه هي وعم تعمل هالاكزرسايزز عم تلهت شوي، عم تجرب تعمل جراسبينج فور اير، عم تتعب اكثر من اللزوم. ولكن اذا كانت بهالحاله قبل ما تبلش التمارين الرياضيه كمان هون لازم هيدي تعطي هنت انتو انه لازم تسالوا الدكتور وتشوفوا شو عم بيصير معكم. لكن صرنا ديزنس، صرنا وجع بالصدر، صرنا ما في نفس مزبوط، صرنا تعب بطريقه كثير مؤذيه جدا، يعني بتحسوا ما فيكم حتى تمشوا او تتحركوا، انتفاخ بمنطقه الكافز ببطاط الاجر. هالامور كلها ممكن تعطيكم ساينز انه لازم تحكوا دكتور. نحن خلينا نروح للرابر باند رح نبلش باك اكسرسايز، فيك تبلشي من هون ردي. نحن بنعطي تيبس، بنعطي حركات قد ما فينا يكونوا هينين. تذكروا نحن مش المرأة الحامل يلي هلا كثير فت وبتتمرن كل يوم وما عندها مشكلة، جو هاد يو جو فور 15. نحن ما عم نتوجه للي اوريدي هي بتراك، للي اوريدي موتيفيتد، للي اوريدي ما عندها مشكلة بهذا الموضوع، نحن عم نتوجه للناس يلي عندهم أسئلة كثير وبدهم يتمرنوا وخايفين يتمرنوا وما عندهم بركي القدرة يسألوا ترينر. نحن عم نكون أنا وهبة بخدمتكم دائما، يعني أي شيء info@amindeep.com، اي شيء كمان فيكم تتصلوا بهبة عبر وسائل هبة كرمال نكون عم نتواصل معكم دائما بهذا الموضوع. ليتس جو. توهد معدي مشدوده دقن عالي، بسمه ما بتفارق نظرة الا هيديك المره وقت كنت عم تعملي بلانك. كل مره فانيك فانيك هذيك المره. We are going for 15. خليها تكون 45 درجة لما تعملي لورا هيك. برافو، اوكي. والمعصم كمان جالس قد ايه صاروا؟ 15. ريلاكس. مهم كثير وقت نرجع الرابر باند لورا المعصم يكون بنفس الالاينمنت مع الكوع، ما نعمل هيك وما نعمل لتحت لفوق او لتحت، يكون بنفس الالاينمنت مع الكوع. رح نعمل بعد مرة بلانك بوزيشن لنرجع نعمل التشيست ونبرم بالعكس. فأنا بستفيد قبل ما بلش من هون الشغل مع هبه هيك بنعمل كم دانس موف. اهم شيء انه تحت الهواء اهم شيء. ما بتصور انا عندي ماني دواب هذا الموضوع. ليتس جو. عم بحسك عم ترشفي عم ترشفي عم ترشفي شوي which is okay. شوي شوي انهي الاكسيل كمان وقفي شوي شوي. كم فكر حالك هربت من الرقص يعني؟ انا؟ ما تكون مفكر. لا مش مفكر بس يعني انا رح خصص ابيزود بس كرمال. انا حاضر. هلا بدنا نبرم بدنا نروح بالعكس. كيف كنا عم نشتغل بالعكس؟ بنفس البوزيشن كمان الايد بدها ترجع لورا، الستارت بوزيشن هي لقدام. جو هاد اند ليتس جو. ريدي؟ يلا جو هاد. 1 ترانك تبعك الابر بادي تبعك ما بيبرم ما بيعمل تويست ما بيرجع لورا، واذا ملاحظين الايد ما عم تروح دغري مثل البانش لقدام، عم بتروح بهاف سيركلر موفمنت، عم بتسكر قدام. اوكي كمان 15. ها دائما فيري ستيبل. صبايا سكوبا دايفنج از ديفينتلي نوت الاود، مش مسموح ابدا. اذا صبيه كانت حامل وحست حالها لازم تعمل سكوبا دايفنج طلع عبالها تعمل سكوبا دايفنج كمان مش منيح اكيد. ممكن تصير هيك حيلا محل فيه معقول يكون في خطر اوف لاك اوف اوكسجين او شيء معين يكون فيه اكزاكتلي exactly كل شيء. اي شيء ممكن يعطي اذا بدكم يلا اوكي جو هاد. اي شيء ممكن يعطي هازارد على البيبي وعلى المراه فيما يتعلق بكل شيء له علاقه بالجسم اكيد لازم تكون عم ننتبه له. انا بس بدي اقول لكم ما بزيد عليكم ولكن بجرب اعطي اويرنس لانه من الاشخاص اللي بالنسبه لي سيفتي از برايورتي نمبر 1. كثير بحكي سيفتي، ما بحب حدا يكون عم يعمل انجري شو ما كان تكون نوعها هالانجري من وراء خطا صغير. قد ايه صاروا؟ عم اهلي؟ هاي اخر وحده. اوكي جريت. دائما الحركات تبعولي هبه كلهم فيهم دانس فيتشر، بتبرم هيك او بتبرم هيك هي عم تعمل حركه. انا بدي لك ثانك يو سو ماتش. ميرسي. دائما ان اونر اند بريفليج اكون هون معك. والشرف الك. نحن رح نختم هلا ليتس دانس، رح ناخذ بريك صغير ونتابع ام تي في لايف مع اوروسكوب. باي باي.